أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu memperbaiki diri kita. Amin. Sadar bahwa tugas kita pada saat kita dilahirkan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga pada saat kita selalu memperbaiki sifat dan khilaf kita, insya Allah, Allah himpun kita termasuk orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halir undur diri, terima kasih banyak guru-guruku, Ustadz Abe, Said Alwi, terima kasih, Ustadz Ihsan, terima kasih. Kiai Munawir Ngacir, terima kasih. Ya. Ustazah, terima kasih banyak kesempatannya, dan juga ibu-ibu semua serta pemirsa yang ada di rumah. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Wallahu muafiq ila aqwami bitoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Rabbi fanfa'na ببركتهم، واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله.